دعونا ننتقل الآن إلى منطقة الحدود التركية السورية. معي من هناك موفد بي بي سي زميلي عصام عكرماوي. عصام مرحبا بك، لو تطلعنا على آخر المستجدات الميدانية حيث أنت، هل لا تزال المقاتلات التركية تجوب سماء المنطقة حيث أنت؟ نعم توني، اليوم هناك تحسن كبير في حالة الطقس، يوم مشمس توقفت فيه الأمطار وهناك نهار صافي كما ترى خلفنا. هنا نقف خلف هذه التلال، هي عفرين، نحن لا نبعد سوى كيلومترات قليلة عن المنطقة. هذه المنطقة الآن الجيش التركي دخل إلى منطقة عفرين من عدة جيوب في الغرب والشمال والشرق. كنا قبل قليل في منطقة كيلس إلى الشمال الشرقي من هنا، حيث سقطت قذيفة آتية حسب ما قال الجيش التركي من الأراضي السورية باتجاه المدينة، أصيب شخصان بجروح لكن لم يبلغ عن وقوع قتلى. كان هناك قذيفة سقطت قبل أيام على مسجد أدت إلى مقتل شخصين في هذه المنطقة، ورأينا بعض الصور التي أعدها مكتب الوالي هناك تظهر حجم الأضرار التي حدثت في المدينة. هذا بالنسبة للوضع الميداني. لم يطرأ هجوم كبير اليوم كما كان هناك حديث عن أن القوات التركية قد تستغل تحسن الأحوال الجوية لتقوم بتوسيع رقعة العمليات، لكن حتى الآن العمليات تسير بالوتيرة التي بدأت عليها. دخلنا اليوم الأسبوع الثاني لعملية غصن الزيتون التركية في منطقة عفرين، والتصريحات كما أشرت توني، الرئيس أردوغان ووزير خارجيته مولود شاويشوغلو يصعدان من اللهجة ويؤكدان على أن هذه العملية مستمرة إلى أن تحقق أهدافها، وهي طرد الميليشيات الكردية التي تصنفها أنقرة بأنها ميليشيات إرهابية إلى الشرق، أي إلى منطقة الحدود العراقية السورية. وعصام، إذن الأجواء أو الطقس بدأ يتحسن، ربما هذا سيعطي مساحة للجيش التركي ومقاتلي الجيش الحر للتحرك باتجاه منبج، على الأقل هذا ما تهدد به الحكومة في أنقرة. حتى الآن لا نرى أي شيء، لكن لعبة التجذبات السياسية لا تزال قائمة. لم نسمع من الأكراد بعد في منبج أي شيء، بالتالي هل هذا يوحي بالنسبة لك وللصحفيين حيث أنت بأن الأكراد في منبج سوف يقاومون ويقاتلون تماما كما يفعل أولئك في عفرين؟ الوضع مختلف في منبج توني. هنا في منطقة عفرين هذا الجيب الموجود هنا والذي تسيطر عليه ميليشيا كردية، وحدة حماية الشعب الكردي، يختلف إلى حد كبير مع المقاتلين في المنطقة الأخرى في منطقة منبج، حيث توجد قاعدة أمريكية. الأمريكيين يقولون أنهم يعني لا يتواجدون في هذه المنطقة هنا في منطقة عفرين، لكنهم يتواجدون في منبج منذ فترة طويلة، ويقولون أيضا أن الهدف هو التأكد من أن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية لن يعود إلى هذه المناطق. الرئيس أردوغان اليوم استغل هذه المناسبة وقال أن محاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية هو مجرد ذريعة لإرسال الأسلحة إلى هذه المنطقة ولتسليح ميليشيات إرهابية أخرى على حد قوله، في إشارة إلى الميليشيات الكردية. وقرار الحكومة الأمريكية تسليح وتدريب عناصر من هذه الميليشيات لمراقبة الحدود، وهو الأمر الذي أزعج تركيا، وقررت الحكومة التركية التدخل عسكريا في منطقة عفرين لطرد هذه الميليشيات من هذه المنطقة. زميلي عصام عكرماوي موفد بي بي سي إلى الحدود السورية التركية، شكرا جزيلا لك.